الو الو ايوه ازيك يا استاذ اسامة؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. ينفع ما اقولش اسمي؟ ينفع جدا ما تقوليش اسمك. تمام. هو انا كنت في مشكله جدا بتواجهني دلوقتي، وانا كنت محتاجه حضرتك جدا. انا تحت امرك. ما يخليك. هو انا مخطوبه تمام، بس انا خطيبي ده كنا بنتكلم مثلا 3 سنين كده قبل الخطوبه. كنت بكلم اخواته عادي، اخواته البنات عادي جدا، هو اصغر واحد في اخواته. اخواته البنات يعني كبار، دي اكبر منه يعني المتوسط اللي هو قبله على طول. فاخوه ده يعني شايل الشغل كله، يعني هو بيشتغل وخطيبي ده شغال معاه وكده. اخوه ده اكبر منه. اكبر منه. وهو بيشتغل، هم كلهم بيشتغلوا في شغل عيله، يعني الشغل بتاع العيله، ملك العيله. ايوه. ولا ملك اخوك كبير وهو بيشتغل عنده؟ لا، شغل العيله. شغل العيله اللي هو بتاع بابا اصلا. فانا اصلا كنت قبل الخطوبه دي كنت انا مخطوبه للاثنين، بس انا ما كملتش بسببه، انا كنت عاوزاه. تمام. بس هو كان اللي كان جاي لي ده اللي هو قبله كان كليه حقوق، واللي قبله نفس النظام. خطيبي ده دبلوم. فانا يعني عشان انا اخوات البنات كنت بكلمهم، هما كانوا بيكلموني ومامته كانت بتكلمني قبل ما نتخطب، احنا كده نقصر. فبعد ما اتخطبنا لقيت قبل ما نتخطب قصدي، هما خطبوا لاخوك الكبير ده. يعني في الاول لما جم يخطبوا لك قاموا خاطبينك لاخوك كبير؟ لا، خطبوا الاول لاخوك كبير. خطبوا لاخوك كبير. ايوه. تمام. خطبوا له يعني عيله وكده، هو اخوه ده دبلوم وخدوا له برضه عيله دبلوم برضه. تمام. انا 14 سنه. انت خريجه جامعه؟ فبعدين المعامله اتغيرت بعد ما اتخطبنا، هم اصلا ما كانوش عايزين الخطوبه دي بتاعتي. ليه؟ علشان انت خريجه جامعه؟ يعني هم شايفين ان انت هتتنططي عليهم في يوم من الايام، تتعوجي عليهم بقى. ايوه، ما انا جايه لحضرتك في الكلام ده. فبعد ما اتخطبنا بقوا يعني المعامله اتغيرت، ويعني بقيت انا عادي بمشي دنيتي وكده، اللي هو عادي ممكن مثلا في ضغط يعني مثلا دي عندها مشكله او كده، ان هما الاثنين متجوزين اصلا. فبعدين لقيت تحكمات غريبه من اخته الكبيره ليه. وليا عايزه مثلا نتكلم، عايزه تعرف كل حاجه عنه، هو قال لك ايه، انتوا بتعملوا ايه، طب انت طالعين فين النهارده، اداكي ايه، جاب لك هديه ايه، حكم، وعايزه طب قولي له كذا، اعملي له كذا كده. اخته اللي هي بعدها دي في كليه، مخلصه كليه، بس دي بحسها مسيطره وهي كلمتها دي اللي هتمشي. يعني حاسه ان انت عندك كل دول حموات. بالظبط. وهو يعني ماشي منقاد وراء اي حد فيهم كده وخلاص؟ هو عشان هو اصغر واحد فيهم. طب وماله اصغر واحد بس ما عندوش شخصيه يعني؟ سلبي ساعات كتير. في مشكله، اخر مشكله حصلت ان اخته اللي هي اخته الكبيره دي خلت خطيبه اخوه يعني كتبت كومنت عنده على الصفحه وكده، وبعدين خلتها تمسح الكومنت واتصلت على خطيبي وتقول له خطيبتك مسحت الكومنت بتاعها ليه؟ بتصل مثلا على مامته ان انا اطمن عليها بالعشر مرات ومش بترد. وبعدين بلاقيه جاي بيقول لي ده مامتي بتقول لي ان هي بتتصل عليكي وانت ما بترديش، انت ما بترديش ليه؟ قلت له ما بيحصلش، انا اتصلت عليها هي ما بتردش، حتى في العيد. انت بتحبيه؟ مش عارفه احدد بحبه او متعلقه بيه. طيب تعالي نقول يعني طالما احنا لسه في مرحله ان انا مش عارفه احدد، يبقى لسه برضو على البر نوعا. تمام. طيب انا ما عندناش مشاكل خالص ان انت ترتبطي بيه ولا اي حاجه، ولكن لو العلاقه هتبتدي من اولها بمشاكل كده وبوجع قلب، وامه قالت واخته عملت واخوه عمل وده مشي وده عدل وده عوج وده مش عارف ايه، وانا حياتي مش مظبوطه، عليكي من ده بكام؟ يعني ايه اللي يجبرك على انك تخش في متاهه زي دي؟ انا ماليش دعوه بقى هو دبلوم ولا مش دبلوم، مش فارقه قوي اذا كان هو دبلوم ولا مش دبلوم. انما الفرق انك تبقي داخله الجوازه فيها سعاده، فيها فرح، فيها لذاذه، فيها انبساط، انت مبسوطه داخله على مرحله جديده في حياتك، مش داخله من اولها غم وهم. فاهم حضرتك. الحدوته كمان لازم لو هتتكلمي معاه قولي له بص بقى حضرتك، امك واخواتك دول بالنسبه لي امك واخواتك. اوكي، بما انهم امك واخواتك يعني هم بالنسبه لي بقوا يعني غاليين عندي، واقدر
اهتم بيهم وخلافه، لان هم غاليين عند حد غالي عندي. تمام. اوكي. انما انا مش هتجوز امك ولا اخواتك. انا بتجوزك، هتجوزك انت. فان انا مش هسمح ان حد يتدخل ولا يقول لي شيلي حطي اعملي بتاع، بتعمل لها ايه ما بتعملهاش. لو هنقدر نعيش كده وانت هتبقى انسان وعندك شخصيتك ولينا بيتنا واستقلاليتنا وحياتنا، اهلا وسهلا. هم قالوا حاجه، انا قلت انا ماشي استاذ اسامه، قالوا حاجه ان اخته قالت انا مش عايزاها تقعد معانا في البيت، قطعتك وما تنزليش. يعني ايه يعني؟ يعني مش عايزينك تقعدي معاهم في البيت، يعني عايزينك ياخدك شقه بره. اه. طب ما دي مصلحه يا بنت الناس. هو حد يطول ده؟ وهو هيقدر يعمل ده؟ هو هيقدر يعمل كده، بس في حاجه، في الكتب، الكتاب بتاعت خطيبه اخوتي في الشهر الجاي، فانا مش عارفه هروح طب اسلم عليهم ما اسلمش عليهم. هم ما بيكلمونيش خالص، عملوا لي بلوكات في كل حته، اتصل ومحدش بيرد. طيب سؤال بسيط بقى، افهميني كده وركزي معايا في الكلمتين دول. ينفع تتجوزي واحد اهله كلهم مبلكينك كده، عاملين لك بلوكات؟ ينفع تخشي حياتك، تبتدي حياتك بمعركه كده على ايه؟ اوكي. انت لو هتتجوزي امير السندستان ده موضوع تاني، ده انت هتتجوزي عيل عادي بدبلوم. يعني ايه اللي جبرك على انك تخشي جوازه كل الناس اللي حواليكي فيها كارهينك؟ ما هي الناس دي هو يعرف ياخد وضعه. لو هو يبقى راجل كده، يبقى راجل، يعني عارف يعني ايه يبقى راجل، وياخد لك حقك ويخلي الامور تتظبط، يا بلاش منها. لانك ما ينفعش تتجوزي مش راجل، ما ينفعش تتجوزي واحد هي مش علاقه حميميه وخلاص، ده انا عارف يعملها بقى من غير اذنهم. ما هو يعني الراجل ده يحافظ على كرامة خطيبته وكرامة مراته، ويحافظ على بيته، ولو حد اهانها يقول له لا. اوكي. لو جاء قال لك بقول لك يا بنت الناس مالكيش فيهم كلهم يولعوا، انا ولا يفرقوا معايا، انا اللي يفرق معايا انتي، ده موضوع تاني. انا بتكلمهم وما بتردش، وفي الاخر رجع اقول لك ايه، انتي ما بتكلميش ماما ليه؟ قولي له اه طب وحياه عينيك ماشي معلش، طب اديني نمره ماما. ده قال له واجب بقى يتقال له، اديني نمره ماما بجد عشان ابقى اكلمها، انا ما عنديش نمرة ماما. هتقولي له ايه؟ بص يا بنت الناس، ما بقتش مستاهله ولا مستحمله، ولا يعني اي انسان عنده قدره ان هو يبتدي حياته كده يعني في خلافات ومشاكل وحروب وصراع. ليه فكري فيها كده واحسبيها بعقلك.